يسأل الطلاب أيهما أقوى، المغناطيس الطويل أم المغناطيس القصير؟ فلنشاهد التجربة التالية وثم نسمع الإجابة. نشاهد المغناطيس، هذا المغناطيس رقم واحد الطويل، شاهدنا القوة التي يتمتع بها. معلوم أن كلا المغناطيسين حصل على نفس المغنطة، نفس مقدار المغنطة. ونشاهد المغناطيس القصير، نشاهد أن المغناطيس القصير أقوى من المغناطيس الطويل، والسبب أن قرب قطباء الشمالي عن الجنوبي، لأن قوة المغناطيس كما نعلم تتركز في أقطابه، فكلما اقتربت أقطابه من بعضها البعض كان المغناطيس